اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. وفي ضيافتنا احد الشخصيات الرياضيه اللي لها باع طويل جدا تحديدا في كره القدم وفي الرياضه المصريه بشكل عام، الحاج محمود الشامي رئيس رابطه الانديه المحترفه في السابق. حاج محمود برحب بيك على قناه الاهلي. محمد انا سعيد اكون معاك، طبعا اخ عزيز وانسان محترم متميز. جميل جدا اكون في السوق الجديد للقناه، تابع جدا جيد جدا للاداء الموجود والتطور الموجود، بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك حاج محمود، اهلا بيك ومنورنا ومشرفنا داخل قناه الاهلي. الله يخليك. اولا مختفي بقالك كتير على الساحه الرياضيه. بالظبط، يعني في صدمه شديده طبعا بعد حل الرابطه الحقيقه من جانب الاتحاد المصري لكره القدم. يعني كان الكلام ده في شهر 7 من 4-5 شهور، حسيت ان يعني ان الرغبه في التطوير واخذ الادوات الاساسيه للتطوير والرياضه والحجم اللي لا يتناسب مع اسم كبير للكره المصريه والنجاحات الموجوده. ومهم جدا لما تبقى انت بتنجح تحقق نجاحات انك انت تتطور، ان النجاح ممكن يكون نتيجه تخطيط وادوات وقاعده وشغل، وممكن يكون ربنا توفيق معين في مباراه تاهلت كاس العالم ووصلت بعد 28 سنه فرصه بقى ان انا ايه اظبط نفسي. دايما كنت بقولها لما كنت دخلت اتحاد الكوره وتعلمت على الناس دي وطلعنا وروحنا الاتحاد الدولي وشفنا اسم مصر اسم كبير جدا، محتاجين احنا عندنا ضربات مجيعه جت للكره المصريه في الفتره الاخيره بالذات في الاحداث اللي حصلت في بورسعيد وتوقفات الدوري. رجعنا الحمد لله بقوه، ربنا كرمنا بالتاهل لنهائي امم افريقيا وكمان وصول لكاس العالم. فكان لازم الرابطه تشتغل، انه ما فيش في العالم ما زال لسه شغل ان الاتحادات تدور مره واحده، الاتحاد الدولي يبعت وياكد انتوا الدوله اللي فاضله يا جماعه، عظموا التراخيص اعملوا، لان حضرتك من غير الضوابط الاساسيه لتطوير الكوره ما فيش امل، لان حضرتك مش ممكن تمر كره قدم بمرحله الاصدار اللي في العالم كله وانت لسه بوقف القيد وطلع القيد واعمل القيد، مفيش ميزانيات ثابته، مفيش معايير ماليه، مفيش تراخيص انديه قويه، مفيش تكافؤ فرص بين الانديه، مفيش شفافيه في المباريات، مفيش تطوير. كنا بنتحجج دايما بقانون الرياضه، اتعمل قانون الرياضه وعمل نشا الرياضه. لما بدانا الحقيقه في الرابطه والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من 18 نادي 11 نادي زكاني لرئاسه الرابطه، وده شرف كبير. كان قبل كده كابتن سمير يعني رحمه الله عليه كان هو بعد وفاته تم تعيينه، ودي اول رئيس رابطه في تاريخ الكره المصريه. مظبوط. ده انا بعتقد يعني شرف كبير جدا ومكافاه من الله سبحانه وتعالى على المجهود اللي الواحد اشتغله خلال 25 سنه في مجال كره القدم. حاولت ان مجموعه كانت محترمه جدا متميزه جدا، وبدانا نشتغل، حسينا طبعا بصعوبات شديده جدا ومحاولات لاجهاض الرابطه الى ان تم حلها من طرف واحد من قبل الاتحاد، وده مخالف للائحه ومخالف للبروتوكول اللي بين الانديه. الرابطه تسلم رابطه، انت طالما الاتحاد الكوره عين رابطه فالرابطه لازم خلال كل سنه نهايه كل موسم تجتمع وتتصدر. فطبعا كانت صدمه شديده ما كنتش متوقعها طبعا، ولا من المجلس الاداره اللي علاقتي بيه كويسه، ولا من الموقف نفسه. بعدت شويه عشان كده اثرت انك تبعد تماما. شويه ومتابع الامور، ولما بينطلب مني اي حاجه الحقيقه بأديها. ولما الكابتن شوبير نزل الانتخابات الجمعيه العموميه طبعا كانت تعود للموضوع الطبيعي اللي نائب رئيس، ونامل فيه خير ان شاء الله في الفتره الجايه، يساعد مع المجلس الاداره في التطوير الفعلي زي ما قلنا، لان لهم رغبه في التطوير، بتامل الموسم الجاي يكون فيه دور ايجابي اكتر لروابط الانديه وتراخيص الانديه. طب حاج محمود، انت من الشخصيات الرياضيه اللي لهم باع طويل جدا في اتحاد كره القدم، واحنا على المستوى الشخصي خلال فترات طويله جدا داخل الاتحاد وفي لجال الاتحاد وفي حتى في اعمال الجمعيات العموميه وفي انتخابات وفي تعديل لوائح وفي تغيير نظام الاتحاد والهيكله كانت موجوده، كنت متواجد مع اقصى من مجلس اداره. ليه او ايه الاسباب اللي دعت المجلس الحالي لحل رابطه الانديه المحترفه؟ بقول لحضرتك في كذا عامل. اول عامل في غيره شديده من بعض اعضاء مجلس الاداره تجاه اي حد بينجح او حد بيظهر، احساس ان انا اللي نجحت ابقى موجود في الدوره دي اخد كل حاجه واعمل كل حاجه، وديت حقيقه قصور في التفكير وعدم درايه بادوات اللعبه، اللي انت لازم تسيب اثر طيب ولازم تتعاون، مش حد هينجح لوحده، والانسان القوي الواثق من نفسه لازم يكون حول ناس اقوياء وناس فاهمه. فدي كان الصدام موجود. كمان الفتره دي احنا بدانا نتكلم في امور مهمه جدا، يعني كانت في الحقوق وكان لنا دور مهم جدا ان احنا نعظم حقوق الانديه ونساعد في تطويرها وحاولنا نجمع الانديه. كمان في ناس بتحب قوي من اول لحظه محمد انها تشتغل انتخابات، يعني مش عايزه يبقى في تجمعات. خلي بالك حضرتك الروابط دي مهمه جدا، انك بدل ما بتتكلم مع 200 نادي
انت بتتكلم مع رابطه الانديه القسم الاول 18 والرابطه الثاني 55 والرابطه الثالث خلاص انت عندك ثلاث روابط وكل واحد سبعه يبقى 21 بيمثلوا الكره المصريه كلها ال 250 نادي. طبعا ده مهم جدا للتواصل، مهم جدا للتطوير، مهم جدا توصيل الرساله، يبقى في تواصل ما بين الجماهير العموميه، وده الهدف من انشاء الروابط. وكمان الشفافيه بين الانديه لانه بيحقق معايير، يعني حضرتك في رخصه الف اي وبي وسي، حضرتك زي ما حضرتك عارف كل واحده لها معاييرها ولها ادواتها، واحنا اتحاد الكوره خد قرار من اول ما جه بادارات محترفه وفعلا طبق الاحتراف في جميع الدرجات، القسم الاول محترف لاعبين وثاني وثالث. لما تاخد هذا القرار لازم يتبعه بقى سلسله من التطوير وفي اللوائح والقوانين عشان يتناسب مع فكرك، في مش هتطور اللاعب بس، لازم عناصر اللعبه كلها الاداريه والماليه والبنيه التحتيه كلها تبقى محترفه وفق المعايير الاتحاد الدولي اللي احنا من 2007 المفروض ملزوم نعملها. هي دي اللي بتخوف الناس شويه. فالحقيقه يعني يأسنا ان الروابط تبقى بتشتغل. بنعمل دلوقتي فكره يمكن اول مره اقولها لحضرتك انا من خلال حضرتك، بننشئ دلوقتي رابطه الانديه المصريه. رابطه الانديه؟ الانديه المصريه مش المحترف. مش محترف، الانديه المصريه كلها بكل درجاتها. الاولى والثانيه والثالثه، دي حضرتك كنا عملناها لو تفتكر لما كنت معانا وكنا بنعمل انديه الجماهيريه الشعبيه. لو تفتكر حضرتك شرفتنا في المحله وكنت بتغطي معانا، وكان معانا الاستاذ حسن فريد لما كان رئيس الرابطه، ومعانا الحاج سيد متولي الله يرحمه والحاج محمد مصيرحي والناس دي، وكان القانون لا يسمح بانشاء الروابط، كنا بنشئه تبع وزاره التضامن، وكان خد رقم 84 لسنه 2002 قانون التضامن الاجتماعي، وكانت مشهره كان مقرها المحله وجمعنا فيها الانديه كلها قسم التاني والتالت. النهارده من خلال تعديل القانون الرياضه اللي بيسمح بانشاء الروابط، انت بتاخد رخصه وبتحدد المكان، بتقدم طلب لوزاره الرياضه حسب القانون وتاخد الماده 30 وتاخد ايه رخصتك في انشاء الرابطه. دي مهمه جدا. دي يعني بدانا نتكلم مع انديه كتير في الدوري الممتاز، مرحبه جدا انديه القسم الثاني الثالث، بعض الانديه المتميزه اللي هي حتى اعضاء منتسبين في الاتحاد المصري لكن لهم باع كبير زي نادي الجزيره، زي نادي هليوبلس، زي نادي جزيره الوادي في المنصوره، اسماء كبيره. الانديه المصريه كلها بتمارس كره القدم بكل درجاتها، هيبقى لنا رابطه بمجلس اداره بفروع لها مقسمينها قطاعات، خمس قطاعات على مستوى الجمهوريه بفروع في كل نادي، بحيث يبقى لنا تواصل وتواجد ولنا تاثير على الكره المصريه. يعني الرؤيه انك انت مش ممكن تتاخد الرؤيه من وجهه نظر واحده بس، لان لو نزهنا بعيدنا المصالح الشخصيه والاهواء والانتخابات وكلام ده مش هنختلف في التطوير. اصل حضرتك مش ما هيش اختراع عجله، هي حاجه متطبقه ورولز موجوده في الاتحاد الدولي ملزمه لكل الناس. حضرتك الاتحاد الدولي هو بيحط اللائحه ويعمل التوافق مع الاتحاد المصري لما سافرنا، وكان يعني وقف معانا كتير باشمهندس ثاني وكابتن سمير الله يرحمه والدكتوره صحة ربنا يا رب يفكسها وتعود يعني المكان الطبيعي. رحنا مرتين وثلاثه واربعه الاتحاد الدولي واجتمعنا وعملنا لائحه موافقه ولقينا ان المواد دي كلها موجوده في ال 207 اتحاد، مفيش حد بيغير الا في حاجات طفيفه جدا غير ملزمه. هو دستور ثابت. ودي دوله فيفا، يعني انك انت عشان تعرف تسيطر على الامور وتعرف كمان تدي حكم انا في لدوله ما يجورش على دوله ثانيه، ان احنا بنلتقي في مسابقات في كاس عالم للقارات، في كاس عالم للانديه، بنتقابل في كاس عالم للرئيس اللي وبطولات الامم الافريقيه وبطولات اللي هي بتاع جنوب افريقيا وشرق افريقيا والمحترفين، وكل ده بيجمع، يبقى لازم يبقى في رولز واحد يحكم المنظومه كلها، لانك انت عضو في الاتحاد الافريقي، انت عضو في الاتحاد الدولي، الاعضاء كلها اللي موجوده في الاتحادات موجوده عضو في الاتحاد الدولي بصفتها، فكلنا متجمعين على مبدا واحد، يبقى رولز واحد وكل وفق اوضاعه، واحنا وفقنا اوضاعنا من 2005 من اكثر من 14 سنه. لكن هدم رابطه الانديه المصريه يا حاج محمود هتبقى ملزمه للاتحاد المصري؟ لا مش هي مش التزام، هي حكايه تجمع، بحيث ان احنا لما بنتكلم باسم مجموعه، يعني لنا مشاكل في شكل المسابقه، لنا مشاكل في توزيع الحقوق، يبقى في مجلس محترم قوي هو اللي يحكم. هي يعني بدانا نتواصل مع الناس وان في رغبه اكيده من كل الانديه يعني ان احنا نتحرك فيها، وان شاء الله هيكون على اول الموسم يعني على نص 15 كده الاعلان عنها ان شاء الله. بالتاكيد. طيب القواعد اللي ممكن رابطه الانديه تضعها، هل هي اللي بتضع هذه القواعد ولا بتنفذ من خلال الاتحاد؟ لا طبعا من خلال الاتحاد، هو الاتحاد الحقيقه عمل عدل في مادته وسمح بانشاء الروابط، كانت لجنه لو تفتكر، وكانت لجنه بقى دي قرارات ولا توصيات، كانت اسمها لجنه الانديه ولجنه الانديه وقسم ولجنه الانديه القسم اتعدلت، بس برضه ما زال لسه فيها شويه امور محتاجه تعديل زي المده. والحقيقه احنا خدنا وعد من الكابتن في تعديل في شهر 2 وتبقى نكون مع الكابتن شوبير ومهندس احمد بجد، ان احنا نقعد نحط آلية وتصور محترم لبنود محترمة تكفل الصلاحيات الكاملة للروابط.
التنسيق الكامل اللي بينها وبين الاتحاد المصري لكره القدم في ظل تعليمات الاتحاد الدولي. وخلي بالك وكل شهرين ثلاثه تيجي جوائز باستعجال انشاء الروابط وتفعيل دور الروابط زي ما الاتحاد المصري بدا فيها. ان شاء الله يكون البنود اللي هتتغير في اللائحه الجديده دي تخدم الكره المصريه، ما تبقاش حكر على ايه، على المواد الانتخابيه بس اللي هو الثمان سنين او الايام او كلام من ده. يعني ده يعني ده موضوع معروض للنقاش، لكن خليك في الاهم انك تحط البنود اللي تطور الكره المصريه واهمها الروابط والتراخيص. هل الرابطه يا حاج محمود هي اللي بتنفذ ولا بتنفذ احكام؟ يعني هي بيبقى ليها السلطه في حكم التنفيذ ولا بتنفذ احكام الاتحاد؟ شوف حضرتك في تجارب كثيره الرابطه وفي صلاحات كثيره وفي دول كثيره، يعني في دول معينه. يعني احنا في الاتحاد المصري لكره القدم كان كل ما هو يخص المنطوق الحالي مسؤول الحقوق واداره المسابقه بكلها بلجنتها باللائحه بتاعتها بمراقبينها بكل حاجه، ويوزع الحقوق بتاعت الايه بتاع الانديه دي ده البند. لكن في دول حقوق التسويق والبث الفضائي او البث التجاري والبث الفضائي والتجاريه والتسويقيه والبث الفضائي. في دول ثانيه شؤون اللاعبين تبعها، في دول ثانيه التراخيص تبعها، في دول ثانيه بتبقى ماشي الامور كلها بشؤون اللاعبين. في الامارات مثلا التحكيم بيدفع فلوس التحكيم وبيعينه رئيس لجنه المعترف، هو اللي بيعين لما يتعاقد الكابتن عصام عبد الفتاح في الامارات كان بيتعاقد مع رئيس لجنه المعترف، هو اللي اتعاقد معاه وهو اللي عمل معاه العقد مش رئيس الاتحاد، كان بيتعاقد مع لانه كان جاي لجنه للمحترفين بس في 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 في, في, في كتير من الدول مش لجنه حكام رئيسيه لكله، لا هي لجنه طبعا للشفافيه والضغط وكل حاجه بيخلي مجموعه حكام بتشتغل في الدرجه الممتازه لوحدهم، لها الياتها ولها معاييرها ولها ضوابطها ولها مرتباتها ولها حقوقها وكل ده من خلال الرابطه. فدي بتبقى بالتوافق ما بين الانديه وتبقى تسلسل، لازم تبدا شويه شويه وبعدين تبدا تثبت نجاحاتك. انت حضرتك النهارده لو اتفرجت على يعني احنا شغالين مثلا في الدوري صعوبات شديده، الاتحاد المصري عنده اعباء، لو كان في رابطه هي المسؤوله عن الموضوع ده بس في الدوري ده ما شغلش بقى الاتحاد في توسيع القاعده في منتخباته في ده كان بقى النهارده مشكله، في مشكله في ملعب، في مشكله في امن، في مشكله في حقوق، في مشكله في مسابقات، في حكام، دي بتاع ايه رابطه. الرابطه دي حضرتك هي المسؤوله عن الموضوع ده بس، ما عندهاش حاجه ثانيه تفكر فيها. ورابطه منتخبه حضرتك لو ما اديتش الاداء المنوط بيه حضرتك بتغيرها السنه الجايه او بتعمل تجديد نصفي او لو لقيتها ما دفعتش عن حقوق الانديه، لان برضه بيحصل يا محمد في وقت معين يعني صراع او لمصلحه يعني من الكره ما بين حقوق الانديه وحقوق ايه الاتحاد، فطبيعي فلازم يبقى في واحد فاصل ما يبقاش هو حكم وخصم في وقت واحد. يعني انا عندي صراع معين في حاجه معينه يخش الاتحاد في حقوق معينه فيها تداخل او يلزمني ببطوله مثلا زي ما حصل مثلا الالزام في اشتراكات في كذا بطوله في وقت واحد، انا لو في الرابط هرفض هحافظ على حق النادي وهحافظ على حق ده هو برضه بيدور على مصلحته من ناحيته ناحيه حقوقه وانا بدور على حقوق الانديه بتاعتي. والطبيعي ان يكون قرار الرابطه نافذ على الانديه وعلى الاتحاد. لا طبعا بالظبط كده، الانديه انتخابتك انت بتتكلم عنهم في تشاور مستمر ويبقى انت مسؤول عن القرار الانديه، لا يجوز المخاطبه الانديه مباشره. ما ينفعش يبعت الاتحاد جواب للانديه الا من خلال الرابطه زي العالم كله موجود. اعتقد دي هتاخد وقت لكن احنا ما بداناش فيها خطوات. خدت وقت كبير قوي يا حاج محمود، خدت وقت طويل قوي لان ما فيش جديه الحقيقه، ما فيش رغبه الثقافه دي مش موجوده. يعني انت النهارده يعني مش بقول انت حضرتك عايز تمسك كل حاجه وما تعملش حاجه، يعني انت ولا بتسيب الناس تشتغل وبتاخد الحقوق وما بتعملهاش بالظبط. يعني فهي دي اللي عامله المشكله. ربنا بيكرمنا وبنكسب وبنطور ومن غير تطوير، دي نعمه من عند ربنا. صعب جدا انك انت تقع وتصلح تبقى الدنيا كلها زي ما حضرتك زي فرقه الكوره بالظبط. حضرتك وانت بتكسب يعني الحمد لله ماشي مبروك 4-12 بتصلح وجيب مدير فني وانت واخد 12 نقطه على بعض، الدنيا التغيير سهل والدنيا سهل. لكن لو قدر الله عندك دروب انت مثلا زي ما حصل في المصري والكلام ده، انت بتبقى حمل عليك وضغوط على اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه. ده بيحصل بالظبط في الاداره وانت ناجح وانت كسبان الناس هتتقبل منك حتى لو انت خدت قرار عنيف شويه او قرار جامد ضد الانديه هيستقبل انك انت ناجح وماشي فبتصلح كويس. لكن وانت واقع بقى يقول لك يا عم انت فاشل هنا وفاشل هنا مش هيستقبل منك حتى لو انت ماشي بطريقه صح. فاتمنى في ظل النجاحات اللي موجوده في ظل ربنا وفقنا في البطوله كاس الامم التصفيه لان دي انا شايف لها زيها بالظبط اكيد هيبقى فيها هيبقى ليها سؤال كمان طبعا. طب اتفضل. رابطه الانديه المحترفه هنا في مصر لما اتشكلت ليه ما كانش دورها غير في المسابقات بس؟ رغم ان ليك الحق انك تشكل اللجنه
في المسابقات، في شؤون اللاعبين، حتى في تعديل اللوائح. يعني ممكن رابطه الانديه المحترفه تشكل لجنه لتعديل اللوائح. ليه الرابطه في وجود حضرتك اهتمت بالمسابقات وما كانش حتى ليها دور كبير قوي في موضوع المسابقات، وكان الاتحاد برضه هو اللي بيشتغل عليه؟ هي دي المشكله، لان بنود اللائحه لما اتعدلت حط دي بس، تشكل مسابقه وتوزع الحقوق. زي ما بقول لحضرتك هي فيها قصور، وما ادكش حتى يعني انك يبقى في تعاون او يبقى لك دور في بقيه الامور دي، ما تنفعش. بس الموافقه على هذه البنود كان من مين؟ في اللائحه الجمعيه العموميه اتحط في الانديه في الاخر. ما هو بص حضرتك، هي ما ادوش وقت حضرتك لما بتيجي، يعني حضرتك لما اتعملنا لما حب النادي الاهلي غير اللائحه بتاعته المسمى، عمل ايه؟ عمل ورش عمل وعمل منظومه وبدا يبعت للناس وجمعيه العموميه و2000 جلسه مسمى وسؤال. لكن صعب قوي انك تيجي عايز تغير بند تغيره في يوم الجمعيه العموميه، ده مستحيل. يعني هو النهارده شهر 2 النهارده عايزين يعملوا تعديل في اللائحه، الصح يعملوا يا احمد اللائحه، ما ينفعش تيجي اناقش في يوم الجلسه اللائحه، لازم انا عندي 25 فرع وعندي قطاعات، ابدا اخد الاقتراحات اعمل لغايه ما اعمل ملف كامل يخش العضو يصوت ايه بنعم او لا. بس مش لسه هيناقش، لا لسه هيناقش، ده كلام فاشل، ده كلام ناس مش مركزه ولا عارفه وصلتها فين. الصح عشان ما حدش يزعل مني من الحق، انت اشتغل واعمل شغلك 45 يوم عند شهر 2 من بكره من اسبوع، ورش عمل المواد اللي عايز تعدلها تنزلها، ده اللي ماسك، ده ماسك السوشيال ميديا وده ماسك الانديه وده ماسك الاعلام وده ماسك، تتعامل مع كل القطاعات، وده ماسك اعضاء الجمعيه العموميه بيلف على الفروع ياخد تصور كامل، وعملت جلسات مناقشه وجبت الناس ورحت للناس وخلصت مجموعة كامل. هو ده المجموعة، في نقط فيها اختلاف اكيد وفي نقط فيها اتفاق، الاغلبية بتحطها وتنزل تصوت عليها بنعم ولا، هو ده النجاح. لكن اللي حصل المرة اللي فاتت ان هو جاي تعديل بعض بنود اللائحة لسه هنتكلم فيها ونقول لا ده زود كذا وكذا، مش ممكن في الجلسة هنعرف نناقش كلام. فنتمنى اذا كان هناك جدية لتعديل بنود اللائحة، لان المشكلة زي ما حضرتك بتقول عشان تطور في الرابطة واداء الرابطة وتبقى لها صلاحيات تبقى موجودة في ايه؟ في لائحه النظام الاساسي. فاتمنى في لائحه النظام الاساسي تحط الامور اللي نجحت فيها الدول الاخرى، مش عايز اقول دول اجنبيه، لكن دول عربيه، في الامارات وفي السعوديه وكلام من ده، بنود واضحه واللائحه واضحه وموجوده عندنا. بالعكس يعني كابتن هاني من الناس اللي حطت الامور دي في الجزائر وهنا وهنا بعلاقته بعلاقته بالاتحاد الافريقي. لسه اقول لك الجزائر مش هروح بعيد. الجزائر بالظبط عملتها لما وصل كاس العالم في 2010 وماشي عليها واداء جيد جدا، والناس كلها يعني تلامذه الكابتن هاني، فهو عارف المصالح ايه وعارف الدنيا ايه، بس يكون هناك رغبه وجديه في مجلس الاداره ومساعده من الجميع، ونهيئ الجو نعمل لائحه محترمه تحط فيها كل حقوق، تحط فيها كل واجبات، تحط فيها كل التطوير لمصلحه الكره المصريه. اعتقد ده البدايه المهمه عشان الروابط تشتغل زي ما حضرتك بتقول، اعملها بصلاحيات مش رابطه من غير صلاحيات خش مسمى وبعدين نقول ده لا دي توصيه، دي مالكش فيها، ده مش عارف ده طلع ده مشيه ده اعمله، يبقى مش هنوصل لانك في نفس الوقت هتبقى زي لجنه الانديه. مع انك ما وصلناش لحاجه بالظبط، كانك ما عملتش حاجه، غيرت الاسم من لجنه انديه لرابطه انديه محترفه وما فعلتش الدور بتاعها. طيب الشيء الوحيد اللي كانت مكلفه بيه رابطه الانديه المحترفه حسب كلامك يا حاج محمود اداره المسابقه. هل الرابطه كانت بتدير المسابقه بالفعل ولا كانت على الورق فقط وكان الاتحاد هو اللي بيدير المسابقه؟ بص حضرتك بمنتهى الامانه الرابطه ما كانتش بتعمل حاجه حتى اداره المسابقه ولا حاجه، حتى جوابات قلنا الجوابات تطلع باسم المدير التنفيذي للرابطه ما اتعملتش، هذا كان منتهى الامانه ما اتعملش حاجه. حاولنا مره واثنين وثلاثه نتكلم نقعد، احنا جبنا طبعا احنا اشتغلنا لما كنا لجنه كان دور احسن من كده، لما كنا لجنه كنا ممكن معانا برضو طبعا يعني ده ما ينتقش طبعا من دور الحاج عامر حسين، طبعا اخ وصديق وراجل بيبذل مجهود يعني خرافه ونجاحات، لكن لازم يبقى في لجنه ويبقى في شكل ويبقى في لجنه اداء كامل وعشان نساعد معاهم. فكنا بنشتغل، ولكن في الاخير لما نبعت جواب باسم الرابطه ممنوع، تلاقي الجواب طلع باسم مدير التنفيذ، هو طبعا اخونا وحبيبنا، لكن هي لاداء الرابطه وشكل الرابطه انها بتدير منزوع الصلاحيات طبعا. عشان كده الجديد يعني اداره الرابطه للمسابقه مش كان من خلال لائحه النظام الاساسي؟ اه يعني طبيعي لو في خطابات طالعه من خلال المدير التنفيذي للرابطه يطلع مدير تنفيذي الرابطه، ما كانش بيطلع بيه. طب لو طالع باسم المدير التنفيذي للاتحاد قانوني ده ايه؟ ما فيش رابطه، هو اللي بيدير برضه الاتحاد، هو ده التداخل اللي لازم يتحط واضح في اللائحه ويتعدل فيه ويبقى فيه من الموسم الجديد الرابطه، يعني الرابطه بتشتغل فعلا. اعتقد ايه كان دور الانديه حاج محمود في الملف ده؟ يعني الانديه هي المعنيه بانشاء رابطه الانديه المحترفه، فجاه اعضاء الانديه او انديه الدوري الممتاز تحديدا لقوا ان الرابطه ليس لها دور وهي اللي انتخبت المجموعه دي عشان حقوقها والمسابقات بشكل منتظم. ما هو المشكله هو بيبقى نعم في صراع، هو بيكلم معاك وانت بتروح وتتكلم معاه وفجاه بيبدا الدوري بيلاقي نفسه بيكلمك انت كل فيك مشكله، انت بتخش وتتكلم من خلال الاتحاد، لكن برضه مازال مش عارف تدير لوحدك. ف
فطبعا طبعا الانديه رغم ثقتها الكبيره فينا ورغم رغبتها ان الرابطه تتعمل، لكن هي برضو حاسه ان هو الدور محدود. احنا في وعد كبير من الكابتن هاني ان هو الموسم الجاي يبقى مختلف، ان الموسم الجاي يبقى في مدير تنفيذي للرابطه هو اللي بيدير مسابقات الرابطه، وحتى اذا كانت الحقوق اتوزعت بشكل كبير خلينا ندي للرابطه صلاحيات في اداره المسابقه فقط، ونجرب الموسم الجاي ونشوف الدنيا هتبقى ازاي، ومن بدري يعني قبل في نهايه الموسم على طول، عشان بعد الصعود والهبوط ويتضح الفرقه الصاعده الرابطه، اعتقد ان في رغبه بكده. في وسط الازمات والمشاكل دي يا حاج محمود، هل اتكلمت مع المهندس هاني ابو ريده بما ان هو بالتاكيد ليه باع طويل جدا في الملف ده، سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي، وعنده خبرات كبيره في الموضوع ده، هل اتكلمت معاه؟ هل طرحت له الازمات المشاكل اللي كانت موجوده؟ طبعا هو علم بيها، وكنا موجودين بقول لحضرتك في اجتماع قريب مع الكابتن هاني والكابتن احمد شوبير، اتفقنا وجمعنا عن الانديه الاخ العزيز قبل ما نروح السعوديه الحاج محمد مصلحي، اتفقنا ان احنا هنعمل لائحه محترمه الاول زي ما قلت لك، الاول لائحه توافق عليها الجمعيه العموميه خاصه بالروابط وبند كويس، وبعدين ننتخب على اساس هذه اللائحه المجلس اللي يدير الرابطه. اتمنى ان يكون للقسم الاول وللقسم الثاني. لو اوعدك لو اللائحه اتعملت وحط فيها الصلاحيات يبقى نتمنى ان الموسم الجاي يكون في رابطه انديه بتدير المسابقه مش ديكور وما بتعملش حاجه. ملف تراخيص الانديه تابع لرابطه الانديه المحترفه ولا غير تابع لها؟ في معظم الاتحادات تابع للرابطه، لكن خلينا نتكلم ان في ان ممكن يبقى في تعاون، يعني يبقى الانديه الاتحاد هو لانه الاتحاد عنده رابطه اعطاء الترخيص، والفضل المنازعات خارج الاتحاد، لانك انت ممكن تاخد قرار بالغاء رخصه نادي بيروح للجنه فضل المنازعات المرحله الثانيه اللي فيها قانونيه. انا دوري كرابطه ان انا اساعد الانديه في المعايير اللي هي الاساسيه الخمسه بتاع التراخيص الماليه لا، واتابع كمان واجدد دوري واعمل دورات للعناصر لكل الانديه بحيث يطبقوا المعيار البنيه التحتيه والماليه والقانونيه والرياضيه والطبيه، كل ده يبقى متطبق عشان لما يجي لجنه تفتش عليا. خدت راي حضرتك لجنه من الاتحاد الافريقي حتى على الاقل عشان الانديه المصريه مشاكل في البطولات القاريه، تيجي افريقيا وبيجي اتحاد ولازم الاتحاد المصري يتابع، ويجي لجنه الاتحاد الافريقي مفاوض الاتحاد الدولي يتابع الترخيص. ده كله على الورق، ما زالت الرخص رخص مؤقته، ما زالت الرخص رخص غير دائمه، ما زال لا يوجد كله على الورق، لا يوجد تفتيش، وما حصلش في حياتي اجتماع واحد للجنه الترخيص الانديه منذ انشائها، وديت مشكله كبيره. اخذ يعني ايه ترخيص؟ حضرتك النهارده لو انا مثلا مفعل البند المالي نادي زي النادي الاهلي، التزاماته وميزانيته حاططها تقديريه وبيصرف عليها وبيكسب وبيحقق فائض او خساره، مهم بيلتزم بكل التزاماته تجاه كل عناصر اللعبه. نادي تاني جاب لعيبه وعنده مشاكل مع كل عناصر اللعبه سواء في القيد الخارجي او الدوري، يجي حضرتك يأيد؟ لو طبق المعيار ده وقفله التأييد ما يقدرش، ما هو ده الحل الوحيد لضبط المنظومه، وتسحب منه الترخيص. لا ممكن اوقف له قيد مره، فتره قيد زي ما حصل في مدريد، قيد مره واحده ممكن اثنين، وممكن يخسر نقاط كمان. ممكن يتمنع من ايه؟ من مشاركه لو قرر فيه الاخطاء بعد ذلك زي ما حضرتك شفت خصم النقاط وكمان. كل ده من خلال معيار واحد بس المالي، وهكذا المعيار الرياضي. انا قلت له لازم المدربين الفنيين يكونوا رخصه الف، جيت فتشت ما لقيتش الرخصه، البنيه التحتيه ما لقيتش الملاعب اللي قال عليها اللي المفروض يطورها، او الخطه بتاع الملاعب مش موجوده، او غرف الملابس او كلام من ده، او المبنى الاجتماعي اللي موجود ما كانش موجود، مفاصل مش فاصل، ما لقيتوش فاصل الماليات والرياضيه مصروفات الرياضه عن نشاط كره القدم، وغير موارد او حط موارد معينه، او لقيت في بند الشافيه ان نادي ناديين في دوري ممتاز بيصرف عليهم راعي واحد او اونر واحد، مشكله كبيره جدا تتخل بتكافؤ الفرص تخل المسابقه كلها. هو ده التفتيش، هو ده التراخيص، لكن ده الحقيقه ما بيتعملش خالص. طب مع كل ده يا حاج محمود، ليه الانديه ما استلمتش ترخيص لغايه دلوقتي؟ ما مؤقته، ما هو حضرتك حتى لو ترخيص مؤقت مش مستلم شهاده رسميه مفروض ان هو معاه ترخيص. مفيش دور صح، مفيش شغل، لازم ده مفيش نادي معاه شهاده. ده حضرتك ده مهم جدا النهارده عشان تحقق الشهاده دي، بتبلغ الاتحاد الافريقي انه بينزل المندوب بتاع الافريقي، بينزل معاه مسؤول التراخيص في الاتحاد المصري، ويبدا يلف على الانديه يتابع يعلم يعمل شكرا. لكن دلوقتي طبعا الانديه المصريه منها هي العنصر الاساسي للتسويق في البطولات الافريقيه، فانت محتاج باي نادي مصري بتبعت الاتحاد المصري ان هو معاه الرخص، يوم جاي يطلع يسمح له بالايه؟ بالمشاركه. ما يقدرش يمنع الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي، دول العناصر الاساسيه اللي بتساعد على تسويق البطوله. لكن ما بيستلمش شهادات بالترخيص لسه. فخرنا قوي، فخرنا وحضرتك نتمنى الموسم الجاي ده يتطبق فعلي، والله العظيم يا محمد لو اتطبقت انت
ما هتلاقي الاسعار اللي انت تسمعها دي في اللعيبه لانه هتختلف تماما. طبعا انت لما تقول من الناحيه الماليه حق كمان انت لما تقول هدي اللعيب ب 15 مليون وتدي له 3 وبعد كده تعرضه على البيع وهو عقده مثلا مستمر وهيشتكي هياخد فلوسه بالظبط. طب لو ما خدش فلوسه انت مش هتعرف تعيد تاني انك الا ما تخلص وتسويه. انا كاتحاد من غير واسطه ومن غير اي حاجه لان هي دي النقط. اتمنى ان النقط دي الموسم الجاي يبقى في تعاون ما بين الرابطه اللي هتكون وما بين الاتحاد المصري لكره القدم في الاخراج ده لان ده الامل الوحيد لتطوير الكره المصريه. اجابه حضرتك طرحت لي سؤال مهم جدا انا نفسي بقالي فتره بصراحه عايز اجابه ليه. لائحه شؤون اللاعبين قالت ان الاستبدال في يناير بيكون متاح لكل الانديه بدون عدد ثابت، يعني ممكن نادي اشترى 4 اجانب في بدايه الموسم يجي في يناير يمشي الاربعه ويشتري 4 او يمشي القايمه بالكامل ويشتري قايمه 25 لاعب اخر. ده مش ممكن يتعارض مع قصه اللعب المالي النظيف في مساله الشراء والبيع. انا مثلا عملت قطاع كره لفريق مثلا حديث صرفت عليه 100 مليون جنيه، جيت في يناير صرفت 100 مليون جنيه تاني، بالتالي اصبحت على مدار الموسم من خلال ميزانيتي صرفت 200 مليون جنيه. طب الايراد كام؟ العائد عليا انا كنادي كام؟ زيرو او 10 او 20. الفرق السلبي ده مش ده بيمنع ان النادي ده يشارك في الدوري بعد كده؟ انت فجرت نقطه مهمه جدا. هم شغالين بموضوع ولا تقربوا الصلاه، يقول لك مفيش حاجه اسمها عدد. العالم برشلونه مش عارف ماشي كله ده كويس. العقد هو عقد ان شاء الله تعمل 100 عقد، كل ده كويس، لكن لازم تطبق وتكمل بقى اللي قلنا عليه الرخصه المعايير بتاع الماليه بالظبط. انك انت اللعيب اللي انت متعاقد معاه ده بتكون ملتزم معاه للي قبل واللي جاي ما عليكش ولا مديونيه في اي فتره من فترات القيد لاي حد، انت ما بتعملش كده. ما ينفعش تسيبها لي مفتوحه وتقول لي استبدال 25 وبعدين حاجه غريبه جدا يقول لك 5 للفريق الدوري الممتاز القسم الثاني والثالث. لا طب ما يا ابني ما اللي هيمشي دول ما لازم يروحوا الثاني والثالث، المفروض تفتح ده وتفتح ده. حاجه حاله من عدم التركيز، حاله من بص حضرتك لما يبقى في هوا وغرض انت بتقص وبتفصل، فلازم ما انت بتعملش رؤيه انت رايح رد فعل. ودي نقطه خطيره جدا. افتح الاعارات وافتح كلام من ده كل حاجه، حط الضوابط الماليه اللي تمنع من التلاعب وتمنع من النظيف. حضرتك كل انا مبسوط حضرتك فجرت وجهي ما حدش بيتكلم فيها، دي نقطه مهمه جدا اللي بيحصل دلوقتي. وانا ووليد صلاح وهو قاعد وكنا وقلنا لما جينا في مشروع اللاعبين حددنا العدد وقلنا لازم كله يبقى متقيد، مش حكايه لان انا عارف ان انا لسه ما طبقتش التراخيص وفعلتش دور التراخيص. يوم ما فعل دور التراخيص يا محمد ويبقى انا قدام الناس كلها بحاسب كل واحد على فلوسه، واللي من دي عقد بيلتزم بيه وهو انت بتتابع تقول لي اعمل عقد وكل حاجه بدل بتدفع. هو انت حضرتك لما لو كلامك صح محدش يشتكي بقى، ما عندكش شكاوى، ده انت عندك 430 شكوى محدش بيدفع. يبقى انت النهارده حضرتك بتقول لي ده ماضي عقد، يبقى العقد هو عقد وما بيدفعش فلوس العقد، ده بتعمل ايه لما ما بيدفعش فلوس العقد؟ يقدم شكوى وبعدين الموسم يعدي ادفع واعمل قعده واعمل جلسه واعمل مفيش حاجه جلسه وديه. ده كلام ما ينفعش. طب لما ميزانيه النادي تصرف 200 مليون جنيه على الكوره في السنه والايراد بتاعه زيرو لانه مثلا لا كسب دوري ولا كسب كاس لا شارك افريقيا ولا شارك عرب، فبالتالي العوائد الماليه على كل هذه المصروفات زيرو. دي نقطه ثانيه بقى، دي موضوع ثاني. الموضوع الثاني ده في الدوري ده بقى حضرتك دي صناعه كره القدم، ما هياش دي صناعه. الصناعه وانا في اتحاد الصناعات بقى 30 سنه عندنا حاجه اسمها الاغراق. يعني انا النهارده ما ينفعش اعمل صناعه في دوله انا في دولتي هنا ببيعها بسعر واروح ابيعها لناس ثانيه اقل، يبقى انا عايز افسد ايه؟ افسد الصناعه دي، افسد الصناعه دي هناك، يبقى انا بدمرها. يبقى انا عشان كده الاتحاد الدولي حط المعايير دي، انا لازم تحط ميزانيه بتكسب هدف الربح مش بهدف ان انا اصفي حسابات ولا ماشي تعملها ازاي؟ من خلال الميزانيات بالظبط. وكل نادي بيقدم الميزانيه بتاعته التقديريه وبيتحاسب فيها نهايه الموسم في نهايه الموسم. طبعا، لكن ولا دي بتطبق بيجيب الميزانيه ولا بتتقرا. طب فيها خساره فيها مكسب فيها مديونيات صرفها ازاي؟ ده ب 60 بناء على ايه وده ب 50 بناء على ايه؟ والميزانيات الموجوده التقديريه اتحطت وحققها بهدف الربح ولا بهدف الافساد؟ هي دي التراخيص، هي ده الاحتراف، هو ده لو موجود فيه روابط ننتفض كلنا نقول خلي بالكم في مصيبه هتضر بالمنظومه كرئيس رابطه واقوم بدورها باجي بقابل هنا وبقابل هنا وببعت الاتحاد الدولي كراجل معتمد. انا النهارده ببقى جنب جنب برئيس الاتحاد، بروح الاتحاد الدولي بروح التفريق بنحضر الاجتماعات زي ما بنشوف مفيش اجتماع بيحصل في الاتحاد الدولي رئيس الرابطه مع رئيس الاتحاد. ده حقيقي لان هو في ايدهم بعض ولازم يكون في تعاون وتعاون جامد جدا ورضا جامد جدا وثقه في بعض. المفاجاه اللي اتكلمنا فيها دلوقتي حاج محمود وحضرتك بتوصفها ان هي قنبله فجرناها بمعنى اصح، لو طبقنا ده على عدد انديه الدوري الممتاز في مصر بالشكل القانوني باللائحه بالرابطه بالتراخيص بكل هذه المعايير، ال 18 يبقوا كام نادي؟ ملتزم؟ بص حضرتك يعني خلينا اتكلم على خبرتي في الاتحاد وشؤون اللاعبين لما كنت موجود. في انديه كتير ملتزمه برضه عشان الحد الادنى
نقدر نقول هيبقى 65 35 65 يعني بتتكلم من 12 ل 6 6 دائما اصحاب مشاكل دائما ما بيلتزموش بالعقود ولا بارتباطاتهم ولا ميزانيتهم تكون محققه ارباح او مكاسب او على الاقل بيقدر يسدد المديونيه اللي موجوده فيها والباقي معظمه ملتزم. يعني لو خدت عنوان لو هبدا دوري محترفين بجد من خلال معايير الحد الادنى مش هقول الحد الاقصى لان ربط الانديه المحترفه في 3-4 انديه هيبقى معاناه شديده جدا انهم يكملوا. بالظبط. في الناحيه الماليه في الناحية كل حاجه وحاجات احترافيه كلها. اصل الفكره مش تاجير ملعب بس. لا 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 ده اخر حاجه ده اسهل بالظبط اسهل حاجه بالظبط. تاجير ملعب هو معيار هي معايير ماشيه بطرق متوازيه تؤدي لتطوير الكره المصريه وتؤدي لتطوير الرياضه. انا لازم براجعك في كل المعايير الموجوده الفنيه والاداريه والطبيه والماليه والبنيه التحتيه من ضمن المعايير الموجوده مهمه مهمه. لكن ممكن عندك ملعب بتاجره لكن ما ينفعش يبقى معاكش فلوس وتلعب. مش شرط يكون ملك كمان ممكن اجيب عقد مفيش مشكله. لكن لما التزم بعقد لازم اسدده ولازم اتحاسب في عدم سداده ولازم اسدده ولازم اعتمد لك العقد بناء على الميزانيه اللي انت مقدمها وحاطط في الميزانيه دي مواردك. يعني ما ينفعش النهارده تكون مواردك 60 مليون جنيه ومقدم لي عقد لعيب واحد ب 60 مليون جنيه. طب انا يعني او ما تبقاش عارف تدفع ال 3% بتوع الرسمي. طب هتسدد ال 97 ازاي؟ هنا هتحصل مشكله وهتخلي بالتكافؤ الفرص ما بين الانديه والشفافيه واللعب النظيف زي ما حضرتك اللعب المالي النظيف. طب هل من سلطه الرابطه اقرار عدم مشاركه نادي في مسابقه او بطوله اذا ما التزمش بكل هذه المعايير؟ مش 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 الرابطه بالعكس الرابطه بتدافع عن النادي. لكن المانح للتراخيص اللي هو الاتحاد الافريقي اللي بيمنح الرخصه وبيراقب عليها وبيخلي الاتحاد الوطني يتراجع هو صاحب القدره دي ان هو يسحب الترخيص ده وينزلك. هو ده لو وصلت لو تكرر الاخطاء وفي توجيه واحد واثنين وثلاثه واربعه وفي بياخد القرار وبترجع بعد كده لفتره المنازعات ده بالعكس انا دوري في الرابطه ان انا احوط عليه ده انا اعمل دورات ده انا احاول اظبط له ورق واعمله ده دوري معاه. اذا لجنه التراخيص هي لجنه مستقله حاجه مستقله طبعا طبعا لا تبع للرابطه ولا تبع للاتحاد. هو دلوقتي تبع للاتحاد لكن الصح ان تبقى مستقله. افضل يعني في كده وفي كده في تبع الاتحاد وفي تبع الرابطه لكن الصح ان اللجنه دي وكمان لفضل المنازعات اللي المرحله الثانيه من الرخصه لازم تكون مستقله تماما وقانونيه. تمام. الفترة الأخيرة شفنا كلنا قرار يعني أثار انتباه الكثيرين تحديدا في دول شمال إفريقيا في مسألة اللاعب المغربي أو التونسي أو الجزائري أو الليبي بيكون لاعب محلي لو يلعب مثلا في الدوري المصري. هذا القرار اتطبق بس في الاتحاد التونسي حتى هذه اللحظات. هل الرابطة لو كانت متواجدة كان هيبقى لها دور في إقرار هذا البند؟ بس حضرتك أنت الرابطة بتمثل الأندية فكل ما يمثل ضرر الأندية يعني المفروض ان الانديه هي اللي تطلب كده والاتحاد اللي يرفض لان ده بيأثر بالسلب على المنتخبات. يعني افهم ان الانديه تبقى لها رغبه انها تزود عدد المحترفين استثمار ورفع مستوى وكلام ده ويبقى الاتحاد دوره ويبقى حاجه في حاجات بتبقى دورها في لازم يقدم ده قوي وده قوي الهدف منه المصلحه. دول الاتحاد يقول لك لا ده انا كده بضعف مسابقاتي انا بضعف ناشئيني انا بضعف القاعده بتاعتي فما ينفعش لازم ان انا ايه ارفض الست دول اخليهم اربعه وثلاثه. لكن احنا بنشوف ايه بقى الاتحاد اللي بيقابل الانديه بتعترض يعني واحد يكلم من بتاع ده زودوا لنا واحد فول واحد زيت يقول له طب خليها اجنبي طب خليه مستورد طب خليه كده. فدي خطيره جدا. انت المفروض انت اللي ترفض. انت المفروض تقول ايه الرابعه انت كده انت حملتك ده انت ميزانيتك خساره وكمان انا منتخباتي ما عنديش باك رايت وما عنديش باك ليفت وما عنديش راس حربه انا اللي محتاج ان انا احدد واحجم الموضوع ده. يبقى انت الرابطه انا في الرابطه اطلب زياده وانت في الاتحاد الكوره تقول ايه لا ما يجوش اللي حصل ان الدنيا شربة خضار. طيب لو كنت متواجد في رابطه الانديه المحترفه والرابطه بتعمل حتى هذه اللحظات هذا القرار هو قرار الرابطه ولا قرار الاتحاد؟ الاتحاد مش قرار الرابطه. الاتحاد مصر كره القدم عشان كده انا في الرابطه دوري ان انا ايه ادافع اقول يا جماعه زودوا لنا واحد كمان. انت تقول مش العكس مش النادي يقول لا كفايه كده انت النهارده تاثرت على منتخباتنا ميزانيتك تخليها مرحله ثانيه خلينا نعمل كذا. لكن اربعه واثنين وسته وثمانيه ونجامل على حساب مستوى الكره المصريه وعلى مستوى المنتخبات مش ده مش مصلحه الكره المصريه. طب هذا القرار لو هذا القرار اتطبق في مصر وجهه نظرك ايجابي ولا سلبي؟ لا طبعا سلبي. حضرتك النهارده انت بتبص من زاويه معينه انك بتقوي مسابقه لكن انت النهارده كمان المشكله كلها لازم تبقى رؤيه كامله. يعني انا افهم انك انت حضرتك لو هتعمل كده ما تحجمش بقى ما تزودش في المسابقات ما تعملش مسابقات وهميه زي النهارده 97 النهارده 23 سنه شغاله لسه لغايه دلوقتي خدت واحده وبتعمل كاس مصر لسه بتعمل لها كاس مصر يعني حاجه يعني بصراحه انا معترض اعتراض شديد. ليه؟ ما ليس لاي جدوى
حضرتك اللعيب 97 ده، حضرتك اللي في القسم الثاني والثالث ده، حضرتك بيلعب فريق اول بقاله اربع سنين. انت عارف حضرتك 97 ده مين؟ ده كريم ندفل وناصر ماهر ورمضان صبحي. ده حقيقي. انت لسه 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 انت حضرتك وده بيلعب في اصلا في الناشئين، انت بتعمل مسابقه 97، خدت موافقه دي بتاخد المنتخبات الاولمبي، هل دي في طبعا انا بصك طبعا بعتبره يعني استاذي، يعني انا بحبه جدا. والناس دكتور محمود سعد؟ لا محمود سعد استاذي وكابتن شوقي غريبه طبعا بحكم الخبره الجميله والبلديات، فانا دايما لا 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 بقى هو عنده رؤيه جميله ومركز في الاجنده الدوليه، وهو اللي عرفني ازاي الاجنده والربط. انا بكلم ترى انا لما بدات يعني بدي كل واحد حقه، مش ممكن يوافق على دي. انت خدت موافقه المنتخب الاولمبي اللي هو يستفيد بيه ان يعمل كاس مصر، وده الفايده، بدل ما تعمل القطاعات وتبقى وتزود عدد المباريات، تلعب ماتش ويطلع ماتش يطلع وتقول له ادفع 1000 جنيه ويطلع. الناس حتى مفيش اقبال عليها، جايه في اخر موسم جايه صعبه جدا، وال 97 كويس اصلا بيلعب في الفريق الاول، مش هيلعب مش هيشارك في بطوله صاله الكاس، والدوري المضغوط يعني من ضمن يعني الحاجات السريعه اللي مش مدروسه يعني. طيب بالشكل ده يا حاج محمود تطبيق دوري المحترفين في مصر اصبح مستحيل؟ لا مش مستحيل، هو لازم يطبق. الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي ادانا مهله كم مره؟ كتير. ما هي دي المشكله. انت حضرتك بص حضرتك الرابطه يعني اتمنى يبقى في تجرد وماشي في غيره على الناس. انت حضرتك تم انتخابك في مجلس اداره الاتحاد انك انت تلغي المسابقات كلها وتدير كل حاجه. بالعكس انت النهارده عندك دور مهم جدا، انت مش هتنجح الروابط الا بالمسانده وانك تقف وتساعد، لكن بدون ما تبقى انت اللي بتعمل كل حاجه، ودي انت اللي بتعمل القرعه، ده انت اللي بتعمل الحقوق، وفي الاخير انت ولا قدرت نتيجه الضغوط عليك. يعني انت النهارده لما تكون داخل في بنت عالي كده زي كاس الامم اللي كمان خمس شهور ده، يا رب يوفقني. ده يعني بالنسبه لنا انا بعتبره اللي حصل يوم كابتن هاني كان رئيس لجنه عليا وخدنا 2006 وكنا عندنا اخفاقات من 98 لو تفتكر، من البطوله اللي خدنا مع الكابتن جوهر الراهي رحمه الله عليه، وقعدنا 10 سنين ودخلنا 2006 عشان ناخد 2006 و2013. انا شايف ان احنا ان شاء الله لو عملنا 2019 احنا ان شاء الله نوصل كاس عالم 22 وناخد 19 21. نقله مهمه جدا باذن الله. ده دور مهم جدا، مجهود رهيب هيبذله اتحاد الكوره. سيب بقى الروابط تشتغل، انت هتعمل دي ولا دي ولا دي ولا دي، مش هتعمل حاجه. اشتغل في منتخباتك، واشتغل في شغلك، واشتغل في تطوير شغلك وتسويق حقوقك، وعينك على عينك من غير ما تشتغل على انديتك وعلى جمعيه عموميه من خلال الروابط. لكن اذا انت قلقان من الانتخابات والروابط هتعمل قوه مركز قوه، طب ما هتتعمل رابطه بره الاتحاد خالص لو هي الفكره الانتخابات بشكل موازي، يعني فكره موازيه الموضوع تاني خالص ولا يعني انا بقول لحضرتك بشتغل انتخابات من 75 خمسة مع والدي، ودخلت اتحاد الكوره من 89 وانا بحضر جمعيه عموميه، يعني داخل على 30 سنه. موضوع الانتخابات دي مباراه تانية خالص، لها ادواتها مختلفه، لكن لو فضلت تشتغل انتخابات من اول يوم انت بتتعب نفسك. هل البعض شاف وجود حضرتك كرئيس رابطه الانديه المحترفه فرصه في انتخابات؟ بيحسبها كده. البعض حسبها كده الان. انا بره يعني الان شويه في قلق، فده كان سبب رئيسي في حل الرابطه يعني احد الاسباب. احد الاسباب بس الرئيسيه ولا كانت في اسباب اخرى؟ لا يعني يقول لك ده بيتكلم كتير في الاعلام، ده بيهاجمنا. انا والله لا بهاجم الحاجه، بس انا حقي عليك وانت موجود، مش ان انا اشوفك بتعمل حاجه غلط واقول لك ايه الحلاوه دي؟ ايه الابتكار ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللي لازم اقول لك النبض الناس واقول لك خلي بالك ان احنا ماشيين كويس نتائج، لكن احنا لازم نصلح كذا كذا كذا. ده اللي انا بعمله، كنت بقوله لو تفتكر وانت حضرتك معايا في اتحاد الكوره، وانا او لسه عضو داخل مع الكابتن سمير، وانا رئيس لجنه فروع مع الكابتن سمير وبحضر، ما بغيرش فكري لان انا بعامل ربنا، وده الحمد لله الرصيد اللي انا بحافظ عليه. انا ولا بدلس ولا بنافق، انا بحب الناس كلها وبقول كلمه حق في الوقت المناسب، مش في الوقت اللي انا اللي يفيدني انا، لا اللي يفيد القرار، وقت ما ينطلب مني، وقت ما اجي هنا وحضرتك تشاهدني على قرار بقول بما يرضي الله اللي انا اعرفه بما يرضي الله. طب فين الانديه اللي انتخبت الرابطه من هذا القرار؟ ما هو حضرتك الدوري صعب، ما انا برضو اللي حصل زي ما حضرتك بتقول، انت النهارده لفيت وعملت وبعدين سحبت للصاد. احنا بدانا نعمل لو تفتكر عملنا الفاينل دي، وبدانا نقول النهارده من تسجيل اللاعبين بعد ما مشينا النادي الاهلي الوحيد اللي كمل، هات لي نادي ثاني طرح واشتغل في ماتشات وما في خمس لاعب دلوقتي من خلال النت ومن خلال ما اشتغلش، ولا قاعدة ما كملت ولا فعلناها في اتحاد الكوره، نمنا. لو كانت الرابطه مكمله كان زمان ده خلصت 18 نادي وخلصت قاعده بيانات واستخرجت الفان اي دي لكل واحد، بدات اولا امان معاه كارنيه رياضي لا يدخل الماتشات الا ما يكون كارنيه رياضي مراجع امنيا ومنضبط، وكل نادي معاه القاعده بتاعته ومعاه الكارنيه الرياضي سواقه كنادي يجيب لك ايرادات يجيب لك، وكمان انت تزود انتمائك وحبك لايه؟ لناديك. فكره ممتازه جدا، وقلنا هنعملها في روسيا وجايين من روسيا
والتجربه موجوده ومعانا مدير تنفيذي محترم الدكتور مصطفى عزام، وعملنا فكره، عملنا برزنتيشن رائع والانديه كلها بدات تسجل، وفجاه وقفت. انا احنا لما مشينا بقى اسمها حاجه كملت ولا خطوه واحده اتعملت من يوم ما مشينا. لا طب انت ضيعت سنه من غير ما تعمل خطوه دي لمصلحتك، هي دي النقطه اللي عايزين نتكلم فيها. النادي اتفضل، ونتمنى الانديه برضو يعني ما خلاص بقى انت يعني لما انت ما بتتواصلش معاها، هي كمان عندها ضغوط مباريات، هتنشغل بقى بالمسابقه وبالدوري والثلاث نقاط وده اللعبه اللي بتلعب على انك انت هتنشغل بالصعود والهبوط والكلام ده وتنسى التطوير وما تطورش على الدنيا والوقت يجري بينا. النادي الاهلي في هذا الملف، احنا مش بنتكلم في الملف ده واحنا في قناه الاهلي بس، نعم. يعني اقصد النادي الاهلي ليه باع طويل جدا في الملف ده؟ رائع. انا عايز اقول لك يعني علامه الجوده تحديدا في درجه الترخيص في 2006 في 2006 الحقيقه كنت انا طالع 2008 اسف اول جامعه عموميه لسه منتخب، وبحضر جامعه عموميه بعد 6 اشهر في اللي كان بيقول البرزنتيشن للتراخيص المهندس خالد بورتاجي، والناس قعدت تسقف له اكتر من 3 دقائق بعد ما خرج في 5 دقائق من 10 سنين كان هو في لجنه الانديه محترفه في الاتحاد الدولي. والله العظيم ثلاثه انا دمعت انه عمل برزنتيشن رائع، الناس قعدت تسقف له 3 دقائق بالظبط، تك 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 البنود المواد الكلام ده، التسويق اتكلم في التسويق، اتكلم في المعايير، اتكلم في 3 دقائق. في النادي الاهلي عنده كوادر، وعنده كوادر من مواقع الجوده ومواقع الخبرات ومواقع الكوادر اللي موجوده فيه، وكان نفسه يبقى في لجنه الانديه تطور، وحضر معانا ورش العمل كلها، لكن طبعا مش هيعمل الاهلي لوحده رابطه من غير ما يكون الانديه كلها الناس كلها عايزه تشتغل، الناس كلها حاطه استراتيجيه. النهارده عندنا 7 انديه خاصه، النهارده المستقبل الخاص، النهارده وليدج الخاص، النهارده ام بي بوتجيت اصبحت انديه خاصه، لازم تبحث عن مواردها، معلش الشركات بتدعمها، فدول محتاجين التراخيص، هم دول التعظيم المدخلات بتاعتهم هتساعدهم في المرحله الجايه. انا فاكر سنه 2008 دي حاج محمود وكنا مع بعض في اتحاد الكره في التوقيت ده، كان في حاله حراك كده تحديدا كمان في الحقوق والواجبات. أيوة. والبث الفضائي والبث الفردي والبث الجماعي، يعني في التوقيت ده كان اتحاد الكره هو المسؤول عن كل شيء وكان بيوزع من الالف للياء بيوزع. السنه دي تحديدا ابتدت بقى تظهر بقصه لجنه الانديه، رابطه الانديه المحترفه، ليك تصريح يعني اعتقد ليه تاثير لحد دلوقتي في موضوع البث الفضائي، الحقوق البث الجماعي والبث الفردي وحقوق الانديه كمان مش حقوق الاتحاد. احنا لما اتكلمنا مع الانديه في الحقوق بالورقه قلم ببساطه، قيمه الدوري المصري في 4 سنين تتجاوز 3 مليار. تتجاوز ال 3 مليار. الاهلي باع بالمليار بتاعه، الزمالك باع بنص، ده 1.5، بقيه الانديه يوازوا مع بعض، انه الاهلي بيلعب الانديه دي كلها والزمالك، يبقى لو جمعنا الانديه كلها حد ادنى يبقى قد الاهلي والزمالك. هما دلوقتي يعني 1.5 مليون يبقى قصادهم 1.5 مليون، 1.5 مليون قصادهم 200 مليون. شوف الفرق قد ايه؟ وكل ما الجاب ده يبقى موجود انت ولا في تطوير ولا في رؤيه ولا في استمرار، يعني النهارده متوسط النادي في الاربع سنين 45 مليون الانديه دي. 45 في 15 نادي اللي فاضلين بتتكلم الرقم ده، بعيد قوي عن الايه؟ عن الرقم ده. 45 مليون متوسط النادي في الاربع سنين، رقم ما بين متوسط نادي مليار او 500 النادي الزمالك، يعني في 10 اضعاف في النادي الزمالك وفي 20 ضعف النادي الاهلي. دي بعض السلبيات اللي ده ورد. انا لازم عشان اعالج السلبيات اللي موجوده في البث الفردي ان انا اعلي دول شويه. عالي دول شويه، دول حقهم خدوه، لازم الحق ده يعلى شويه عشان المنظومه تكمل. هي دي كانت الفلسفه بتاعت الرابطه وبتاع توزيع الحقوق. رايك كيف بطوله الدوري السنه دي؟ انا شايفها طبعا على الورق قويه، لكن هي طبعا نتيجه التاجيلات يعني فقدت كتير من حلاوتها، يعني انت بتلعب في الاسبوع 18 وبعدين تلعب اسبوع مؤجل في الاسبوع التاسع وبعدين السادس وبعدين 22 24 وبعدين كاس مصر 16، حاجات غصب عنك فرضت عليك، لكن برضو اللي زود صعوبتها ان احنا برضو دخلنا في بطولات مره واحده. يعني حضرتك كان في قرار، مع احترامي طبعا للبطوله العربيه ممتازه جدا، مع احترامي قوي للسوبر المرتين المصري السعودي والاماراتي كل ده، ما كانش ينفع الموسم ده خالص. الاجنده السنه دي مزدحمه بشكل صعب، انك عندك بطولتين في وقت واحد، النهارده لحمت البطولتين ببعض، سواء افريقيا سواء انديه سواء كونفدراليه، مستحيل ما عندكش وقت. نقول ده فكره ممتازه جدا، مع احترامي طبعا 6 مليون دولار جميله جدا الاتحاد العربي بتاعنا وكل حاجه، لكن لو كانت اتاخر سنه
خدت بالك محمد ما كانش فارق حاجه، وكنا عدينا من عنق عنق الزجاجه اللي احنا بنعاني منها ده، لدرجه ان احنا بنقول ايه نتمنى ايه النادي ده ما يكملش عشان نعرف نلاقي اسبوع نكمل المسابقه، عشان نكمل المسابقه كلام انا ده، وانا مشترك في البطوله عشان ادعي ربنا يسهل الاهلي يطلع ولا ما يروحش كاس القارات. ده لو الاهلي كان راح كاس القارات كان الدوري باظ. الله، كاس عالم الانديه، اسف كاس عالم الانديه كان الدوري باظ. طب ده كلام انا بتمنى، ونتمنى الاهلي يفوز على الترجي عشان يروح كاس عالم الانديه. صح، هل ده ممكن يحصل في لجنه المسابقات؟ لا مش قصدي، مش قصدي انا فاهم يعني، بس يعني هل بقينا وصلنا؟ انت عارف حضرتك هل توصل للمرحله كده؟ فكروني زمان لما كان عندي رئيس الله يرحمه، لما كنا بنكسب كان بيزعل عشان المكافاه، ما عملناش فلوس المكافاه يعني. طب انت تطلع الممتاز ليه؟ قال لك يا بس الحمد لله تعادلنا، ما فيش مكافاه دلوقتي، فبقيت قاعد كده. لكن الحمد لله الاهلي طلع عشان ما يلعبش في كاس العالم، عشان الشهر ده يلعب فيه المؤجلات، مش كده؟ طب انا اتمنى لو كنت انا رفضت البطولات دي ورفضت اشتراك الانديه في اكثر من بطوله في وقت واحد في السنه دي بالذات تحديدا، ما ينفعش الاسماعيلي يبقى في القدريه وفي العربيه والاهلي والمصري هنا وهنا، صعب جدا. وبعد شهرين يعني انت عارف حضرتك لو كانت حتى البطوله دي هنبدا بشهر اثنين وثلاثه كان خدنا نفسنا وقدرنا ناخد نلعب المؤجلات. لكن الكابتن عامر صراحه يعني بطل ان هو يقدر، لكن طبعا الشكل العام شكله قوي لكن طبعا مختلف. تصدر الحاج عامر حسين للمشهد، تقييمك ليه او شايفه ازاي؟ لا مش انا بقيم الكابتن عامر الحقيقه، لا مش تقييمك الحاج عامر، لا تصدره للمشهد في كل هذه الملفات. بص حضرتك، هو كابتن عامر بيحب دي يعني، بيحب ياخد استقرار، محدش بيتدخل في عمله، مستحيل حد يتدخل في عمله، والتاجيلات اللي بتتعمل دي بتبقى غصب عنه يعني. يعني في مدرسه معينه يعني، مثلا لما كان موجود مازن مثلا، لو اتاجل حاجه بيقدم رسالته ويمشي بنفس ماله. لكن كابتن عامر في الظروف دي هو الانسب والافضل اللي يقدر يكمل بسبب انه حضرتك كل يوم في مشكله، ده ايه مشكله ملعب، ده مشكله امن، ده مشكله تاجيل، ده اشتراك في كذا بطوله، ده تاخير طيران، ده تاخير، فيعني هو ده اللي عمل. لكن انا مش حابب الشكل ده، الشكل ده كمان حابب حضرتك انك تبقى ماشي كويس جدا وفجاه اتعطل 20 يوم 25 يوم. طبعا كره القدم ده في الدوري بيخل بالتكافؤ، فممكن نادي عشان كده يعني انا متوقع ان هذا الدوري سيشهد مفاجات في الهبوط، وممكن يكون هناك صدمه ان يكون نادي او اكثر من الانديه العريقه الجماهيريه تعاني من هبوط مفاجاه كبيره غصب عنه نتيجه التوقفات ونتيجه شكل المسابقه. بس برضه في ظروف بتجبر اي حد مسؤول عن لجنه المسابقات، يعني مثلا اديك مثال مباراه الاهلي مع جيما الاثيوبي، كانت المباراه يوم الجمعه، فجأة الاتحاد الافريقي منذ 48 ساعه خلى المباراه يوم الاحد، كان الاهلي هيلعب مباراه مؤجله في منتصف الاسبوع تم تاجيلها وتم ترحيل مباراه انبي عشان تتلعب في يناير. دايما حضرتك لما كنا بنشتغل ايام الكابتن سيد رحمه كنا بنعمل فراغات للحاجات دي، لكن انت النهارده اشتراكك في كذا بطوله في وقت واحد هو اللي خلى فرصه تحط فراغات، ما حدش عشان تعمل عشان يوم بقى بقول لحضرتك. عشان كده انت بتقول لو الاهلي كمل، تعال تخيل حضرتك الاهلي كان دلوقتي في الامارات بيلعب البطوله دي، ما كانش لعب الاربع ماتشات دول، كان كل مباراه ديسمبر مؤجله، كل ست ماتشات عاملين ست ماتشات لعب اربع فاضل اثنين بالظبط، صح؟ كان هيلعبهم؟ لا صعب، مش هيلعبهم. طب والنبي بقى غير كده بقى يلعبهم. طب والماتش بتاع شيبه ده في الاجنده ده الاهلي في كاس القارات وهيلعب اسيوبيا فين؟ في ابو ظبي؟ لا، ما هو الاتحاد الافريقي قال لك اللي هيكسب دوري ابطال افريقيا مش هيلعب دور ال 32. مش قصدي يعني الاتحاد الافريقي كان عامل حسابه في دي. لا انا عايز اقول يعني صعب جدا وضغط جامد، ضغط جامد. ربنا يعديه على خير ان شاء الله وتكمل على خير ان شاء الله. حضرتك قيمت لي مسابقه الدوري وقلت لي ممكن تقترب من 4 مليار 3 مليار 3 مليار جنيه. هل دي القيمه الحقيقيه للدوري؟ الاربع سنين حاليا حاليا انا مقيم الدوري 2018 حتى 2022 كاس العالم. ما لازم تقيم، انت بتقيم ببطوله بكاس العالم، نهايه كاس العالم هو ده قيمه الدوري 3 مليار، يبدا بقى بعد كده ب 22 كام ده اعتقد يتضاعف المركز لو فضل استقرار ونجح بسرعه جدا وفضل وتطبق التراخيص والمعايير الشافيه، هيخش ناس تستثمر بشكل. ان انا النهارده كرجل مستثمر انا النهارده بعاني معاناه شديده جدا، ان انا ممكن احط اموالي وتضيع مني، مع ان انا المفروض قيمه المنتج بتاعي والنادي بتاعي يجيب اكتر من كده بكتير. ما هي هتضيع مني ان العائد نفسه من المسابقه مش جاي، سواء في التسويق في البث الفضائي، حتى في ده حتى الفائز ببطوله الدوري القيمه اللي هياخدها بعد الفوز بالبطوله. هو عدم تطبيق المعايير باحترافيه وفعاليه. هي دي نقطه، تطبيق المعايير هيفرق بنسبه 100% طبعا، مليون في الميه. هخلينا استثمر، هعرف العائد بتاع فلوسي قد ايه، هعمل ميزانيه وهجيب فلوسي. حضرتك كره القدم صناعه وصناعه مربحه جدا في العالم كله، مربحه جدا، وحتى لو بتخسر في الاول اعتقد لو استمريت لانك انت النهارده تفضل تخسر تخسر تخسر، لما تبدا تجني الثمار تلاقي لوائح بتعوق استثمارك وبتعوق وبتقضي على امالك في انك انت تتطور وتنشئ اكتر، رغم ان اللوائح دلوقتي والقوانين دلوقتي بتسمح بكده.
تقييمك للمجلس الحالي للاتحاد كره القدم من خلال كل هذه المعطيات اللي ذكرتها حاج محمود؟ شوف هقول لك بمنتهى الامانه، هو حقق المرجو منه على مستوى المنتخبات بنسبه كبيره جدا، لان هو وصل لنهائي افريقيا. احنا كاتحاد تاهلنا، لكن هو وصل البطوله النهائي، وصل كاس عالم. نجح الكابتن هاني بعلاقاته ان يخلي تصفيات المنتخب الاولمبي 2020 في يابان هنا، عندنا فرصه كويسه جدا نتاهل. فاذا احنا وصلت اتاهلنا للثلاث بطولات، ومعانا 2019 كمان اتاهلنا، فاعتقد ان هو حقق من المرجو منه. لكن على مستوى التطوير والتخطيط والاداء والعلاقات في المسابقات المحليه محتاجين شغل كتير جدا. ايه الفروق بين المجلس الحالي ومجلس الراحل الكابتن سمير زاهر؟ لا ما اتكلمش، بما انك يعني اشتغلت هنا وكنت متواجد. بص حضرتك ما اتكلمش الكابتن سمير باي حد عشان يبقى يعني وكان ظنه. هي انا اختلفت معاه كتير مع كابتن سمير، لكن حقيقه كابتن سمير كان عنده كاريزما جامده جدا، وهو كان ثلاثي شغال يعني اللي هو حرب اديله الصحه، وكابتن سمير الله يرحمه رحمه الله، وكابتن هاني، هم الثلاثي دول اللي ثابتين من 98. تمام خد بالك، خلينا بس عشان ندي كل واحد حقه، في ناس بتتغير معاهم يعني مثلا 98 بقى موجود كابتن شاكر الله يرحمه وكابتن شاكر، لكن دول الثلاثي الاساسي، ده المثلث الهرم بتاع الكره المصريه. كابتن هاني احد ضلوع هذا المثلث، هذا ضلوع الهرم بيتحسب له. لكن لما نتكلم على الكابتن سمير في الرياضه وبيدي له حقه، كابتن هاني عارف كده. كابتن هاني رفض مرتين ان هو يخش الرئاسه قدامه، ده مكانته. النهارده انه البيروس الاتحاد دلوقتي اخر ضلوع هذا المثلث والهرمي، عشان كده احنا املنا فيه كبير جدا ان هو يعني الفترة الجاية دي يعني زي ما قعدنا معاه ووعدنا ان هو هيبقى فيه ملفات كتيرة جدا تنسب للكابتن شوبير، والمجلس يقوم بدور كبير جدا في تطوير الرياضة وتطوير الكرة المصرية. الظروف والزمن اختلف؟ يعني حضرتك اتكلمت على المثلث او الهرم اللي كان شغال اللي هو حرب الكابتن سمير المهندس هاني ابو ريده، لكن يعني الاعمال سنة 96 او 98 ثم 2006 دلوقتي في 2018 وعلى اعتاب سنه جديده 2019. هو طبعا في دروب حصل كبير جدا اللي هو الفتره بتاعه الثورات المتتاليه واحداث بورسعيد واحداث الدفاع الجوي. دي سنين عجاف جدا. جه فيها مجلس الاستاذ جمال علام واشتغلنا معاه برضه يعني مجهود كبير جدا انك رجعت المسابقات والدوري. دي كانت مرحله انتقاليه من عمر الاتحاد لعمر الكره المصريه. بالظبط الكره المصريه لعبور الكره المصريه، لكن دي افضل فتره للادوات وللظروف المفروض تبقى فيها الاداء والنتائج هو افضل من كل هذه الظروف. لانه يعني بيمر بظروف افضل بكثير جدا. الدوله بتقف بكل قوتها بدليل انها بتجيب تعاقد حكومي لبطوله امم في فاضل لك اربع شهور واقبال مهم جدا. فاعتقد ان دي فرصه ذهبيه لعوده الكره المصريه وانطلاقها للعالميه ان شاء الله. ده سؤالي الجاي يا حاج محمود. كاس الامم الافريقيه خلاص يعني بنستعيد تاني ذكريات 2006 بعد 13 سنه. ايوه مصر قدمت ملفها لاستضافه هذه البطوله بعد ما الكاميرون تم سحب منها تنظيم او شرف تنظيم هذه البطوله، المغرب اعتذرت. بقت مصر وجنوب افريقيا. اولا هل لك تحفظ على تقديمنا للملف ولا شايف تقديم الملف ازاي؟ ده انا شايف دي بص حضرتك طوق نجاه. طوق نجاه. لانه حضرتك انت في دروب موجود دلوقتي انا حاسس بيه من جوه بعد مش عدم تاهل بس، لا الاداء اللي كان موجود في كاس العالم كان لا يركب بطموحات الجماهير ولا طموحات الاتحاد ولا طموحاتنا في وجود محمد صلاح والحاله اللي عاملها كاحسن لعيب العالم. ففي دروب اللي هيرجعنا البطوله، اللي رجعنا ويخلينا نستمر، وما هي بطوله ومفيش افضل ان نعمل بطوله تكون في ملعبنا، ناخد افضليه وميزه تنافسيه بدل ما نلعب في الكاميرا نلعب في المغرب. لا وجودنا في الملعب الموضوع 30% زياده في القوه وفي مش هيبقى ضغط قد ما هيبقى رغبه الملعب لما يتملى. كمان رخصة مهمة جدا لعودة الجماهير بكامل طاقتها الموسم الجديد، عشان كده لازم يبقى في شغل بقى، يعني لازم النهارده تبدا تعمل الفان اي دي، لازم تأدي التراخيص، لانك انت لو انت مدخل الجماهير مش الجماهير دي هتخش ازاي؟ لازم تخش زي روسيا. الناس اللي هتيجي من بره الفان اي دي انت حضرتك رحت وشفت ده الرخصة بتاعي، ده الفيزا بتاعي. لكن التأشيرة ليه؟ التأشيرة بتاعتي فده هيعمل حالة جديدة خالص اللي احنا عمالين نقول نطور ونعمل الخطوات اللي عماله تعمل كده، وده يوقفني ويقول لك نام ومش لازمه. لا هيشتغل غصب عنه. بس هيكون مقياس يا حاج محمود يعني تنظيم كاس الامم بدخول الجماهير حتى لو الجماهير المصريه، هل ده مقياس لعوده الجمهور حتى للملاعب بعد دخول الامم؟ قولا واحدا لن يستطيع احد ان يمنعها خلاص.
بس لانك هتعمل واجب الملاعب هتتظبط وهتتعمل لها، وتتكلم على 32 تتكلم على 8 ملاعب على الاقل لازم يجهزوا، ده كفيني لاداره الدوري المصري خلاص قاعدين عنق الزجاجه. نظمنا البطوله صاحب 6، بدانا الدوري في 7 بكامل طاقه الجماهير ونسينا التاريخ والهيستوري القديم ده كله. البنيه التحتيه لملاعبنا هل قادره على استيعاب هذه البطوله؟ طبعا طبعا طبعا، بالعكس يعني ده في ملاعب مقفوله هتتفتح، في ملاعب بعدين ملاعب التدريب النهارده والطفره اللي اتعملت في الانديه ومراكز الشباب، عندك مركز الاوروبي، مركز شباب الجزيره، الاستادات اللي تم تطويرها، الاربع الاستادات اللي الجيش خدهم واسندهم لشركه بريزنيشن اللي شغالين فيهم بيطوروهم، استادات قوميه غير الاربعه الموجودين دول، خلاص خلال 6 اشهر هيخشوا على البطوله، فانت بتتكلم في 12 استاد على اعلى مستوى وجاهزين، وده رقم كويس جدا. مدى اهميه تنظيم مصر للبطوله؟ يعني البعض كان يقول لك ايه، ما هو المغرب كانت عايزه تنظم بس الاول حسبتها من الناحيه الماديه مع الاتحاد الافريقي، وكانت بتسعى ان الاتحاد الافريقي ما يسندش تنظيم البطوله لحد، فبالتالي هيكون في بروتوكول بينها وبين المملكه المغربيه في الصرف على البطوله، في تنظيم العوائد، في ما تكونش خسائر كبيره على الدوله اللي هتنظم البطوله نتيجه ان الوقت ضيق جدا او خلال 6 شهور. الملف ده تحديدا مع مصر شايفه ممكن ازاي مع الاتحاد الافريقي؟ بص حضرتك، طالما حصل تعاهد حكومي هي مشكله البطوله دي الحقيقه، ولازم الدنيا تتوضح، اللي هو ان كلها بالامر المباشر، كلها بالامر المباشر. احنا حضرتك حضرت، احنا خدنا 2006 كانت هناك جلسه منظمه، وبعدين انا كنت دخلت اتحاد الكوره، فكنا بنروح جلسات استماعات، احنا 2008 كل شويه نروح يتحققوا معانا الفلوس، تذاكر دي اتعامل فيها ايه، والفلوس دي راحت فين، وخدته من الشركه دي ولا ما خدتوش، ليه ما خدتوش من الشركه دي. قعدنا ملف ده قاعد مفتوح في الكسب غير مشروع وجهاز مركز المحاسبات وجلسات استماع مجلس الشعب من 2000، احنا خلصنا 2006 اتقفل في 2009، ثلاث سنين. تمام، هي دكتور هو اتقفل كمان مع بدايه ملف تنظيم كاس العالم للشباب. الشباب بعدك، برافو عليك، ايه كنت حقيقي واخد البطوله ومحقق نجاحك، انت ممكن تيجي هنا وما تحققش بطوله قدام الكوره، فمش عايز المشاريع تبقى موجوده، انا عايز الاجهزه تبقى موجوده من بدري من الاول. طبعا انا طبعا اثق في كفاءه كابتن هاني وادارته والكلام ده، لكن لازم يحذر لانه برده ممكن يشتغل ويندفع ويجي بعد كده واحد يحاسبه على حاجه بالظبط. فهي ده عيب البطولات دي. انا مش هعمل مناسبه عشان الفنادق، ولا هعمل حاجه عشان العربيات، ولا هعمل حاجه عشان حاجات معينه لاستكمال الاستاد، لازم بالامر المباشر اكمل الاستاد ده اكمل ده، مفيش وقت اصلا انك تعمل مزايده او تعمل حاجه. فلازم يبقى في اجهزه الدوله كلها الرقابيه وكده متعاونه جدا، ان احنا نخرج الموضوع بشكل افضل مما يكون في الوقت الضيق دي. لان خلي بالك دي انت حضرتك، انا دلوقتي لو حاطط نفسي مكان الكابتن هاني، انا حاسس ان الكابتن هاني بقلق شديد، طبعا هو نفسه لكن عارف حجم هذه المسؤوليه، راجل ما بيعرفش الفشل، نجح في 2006 و2009 ومش كده بس، على مستوى الاتحاد الدولي هو رئيس اكتر من 6 بطولات مستمره، كان هو رئيسها سواء كاس الكره النسائيه والشباب، كان هو رئيس اللجنه كلها، فهينجح، لكن لازم الدوله تساعده لان كله هيبقى مباشر ويبقى كله مساعد وكله يبقى بشفافيه كامله ان شاء الله. اكيد حاج محمود. طيب استاذنك بس اروح بسرعه لمعايا على التليفون الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. النهارده كان في اجتماع تكميلي لمجلس اداره النادي الاهلي بالتاكيد واتخذ فيه العديد من القرارات. دكتور شريف مساء الخير على حضرتك وفي ضيافتي الحاج محمود الشامي. تحياتي ليك يا محمد ولضيفك الكريم اللي بنعتز بيه الكابتن او الحاج محمود الشامي اللي منور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، بالتوفيق. اهلا بيك يا دكتور. طبعا دكتور الاهلي اشكرك. اهلا بيك يا دكتور. اجتماع كان مهم لمجلس اداره النادي الاهلي، اجتماع تكميلي للجلسه الممتده منذ الاسبوع الماضي، ابرز القرارات التي صدرت من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هي الجلسه ستبقى ممتده ايضا يا محمد زي ما انت تفضلت ان شاء الله لجلسه اخرى او لاجتماع اخر خلال هذا العام باذن الله الاسبوع المقبل، تختتم الجلسه ويختتم العام اللي نتمناه عام خير ان شاء الله على النادي الاهلي وعلى مصر الغاليه باذن الله. باذن الله. الحقيقه انه الكابتن محمود الخطيب كان موجود في فرع الشيخ زايد، عقد مجموعه من الاجتماعات المهمه النهارده واستكملها باجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي بدا في الرابعه والنصف وانتهى منذ قليل، يعني استمر اكثر من 5 ساعات، والحقيقه كان في جدول اعمال كبير. خليني احطك في ابرز ما خرج من قرارات في هذه الجلسه فيما يتعلق بالخطه الانشائيه. المستشار الهندسي للنادي عرض الافتتاحات والامور الخاصه بالخطه الانشائيه في فروع النادي الثلاثه. الجزيره بعد اسبوعين ان شاء الله ستفتتح صاله الكاراتيه بعد ان تم انشاء صاله كاراتيه على اعلى مستوى تليق بالنادي الاهلي. فرع مدينه نصر الحقيقه وده بيشهد
ثوره انشائيه. البوابات الحقيقه ستفتتح في 1 فبراير المقبل، يعني اقل من شهر ونص من الان، في خلال شهر فبراير او في نهايته ان شاء الله ايضا ستفتتح المنطقه الخاصه، منطقه الحدائق الجديده او ما يطلق عليه الفود كورت الحقيقه، اللي هي كانت محل ملاعب التنس القديمه. ثم المنطقه الترفيهيه اللي بتضم مجموعه من حمامات السباحه الترفيهيه والتدريبيه ايضا في شهر مارس باذن الله. ده بالنسبه لمدينه نصر وبالنسبه للجزيره. اما بالنسبه لفرع الشيخ زايد فتم اسناد واعتماد الخطه الانشائيه اللي ايضا ستمثل ثوره في فرع الشيخ زايد، سواء المبنى الاجتماعي او بوابه الشيخ زايد، مجموعه من الصالات الاسكواش والامباز والكاراتيه، بالاضافه الى مسجد والى مبنى اجتماعي على اعلى مستوى، وشهر عقاري باذن الله. العمل سيبدا على قدم وساق. فرع التجمع الخامس حقيقه خبر يهمني ازفه لحضرتك والمتابعين والمهتمين بالفرع الرابع للنادي الاهلي، لانه في اقبال كبير جدا عليه، انه تم الاسناد للشركه اللي تقوم بالتنفيذ، وستبدا على الفور في تجهيز واعداد هذا الفرع ليكون على مستوى راقي يليق بالنادي الاهلي وباعضائه، وسيتم استقبال اول مجموعه من الناس اللي تقدمت باوراقهم يوم السبت المقبل لعمل اللقاءات ودفع مقدم التعاقد. الحقيقه في نظامين للتقسيط بهذا الفرع، قيمه العضويه فيه 200,000 جنيه. هناك نظام يعني يمكن لراغب الاشتراك انه يدفع 80,000 جنيه ويقسط الباقي، وفي نظام ايضا يدفع 100,000 جنيه ويقسط الباقي على 4 سنوات. الخبر السعيد يا محمد انه المجموعه اللي هتشترك خلال ال 40 يوم اللي جايين دول من الان وحتى 1 فبراير هيكون عندهم فرصه ولمدة 4 سنوات من تاريخ افتتاع الفرع، انه لو حب يرفع العضوية الكاملة يكون عضو في الجمعية العمومية وله حق دخول الفروع الأربعة، سيكون سيستكمل العضوية الحقيقة الفرق ما بين 200,000 إلى 350,000 اللي هي قيمة العضوية الكاملة. لأنه زي ما أنت عارف إن الجزيرة أو النادي الأهلي بشكل عام سيرفع عضويته إلى 500,000 جنيه اعتبارا من 1 فبراير. وبالتالي أي شخص يعني سيحظى بالانضمام الى عائله النادي الاهلي الان في فرع التجمع ويدفع 200,000 جنيه على 4 سنوات، هيكون عنده فرصه خلال 4 سنوات قادمه من خلال من تاريخ افتتاح الفرع انه يرفع العضويه الكامله ب 350,000 جنيه بس مش 500، لكن اعتبارا من 1 فبراير هيبقى العضويه 500,000 جنيه، لو حد عاوز يرفع العضويه الكامله هيرفع ل 500 مش العضويه. فاعتقد انه اللي هيشترك خلال ال 40 يوم دول هيكون شخص محظوظ ويكون عنده فرصه كبيره انه يقدر يرفع العضويه، وبالتالي حق دخول الاربع فروع وله حق حضور الجمعيه العموميه والانتخاب والتصويت وما الى ذلك. ده بالنسبه ايضا لفرع التجمع الخامس. الحقيقه انه في مجموعه اخرى من القرارات ابرزها تشكيل لجنه برئاسه الوزير العام لفاروق نائب رئيس النادي، تضم مجموعه ونخبه الحقيقه من اعضاء مجلس الاداره زي المهندس خالد محتجي بخبراته الكبيره، والاستاذ ابراهيم الكفراوي، والدكتوره رانيا علواني، والمدير التنفيذي العميد محمد مرجان. هذه اللجنه ستجتمع من الغد، وهيكون دورها الحقيقه هو تقديم تصورات النادي الاهلي لوزاره الشباب فيما يتعلق بتعديل قانون الرياضه المعمول فيه حاليا. يبدو ان هناك خطه لوزاره الشباب والرياضه لتعديل بعض بنود القانون، وبالتالي النادي الاهلي سيسهم بدوره في هذا الامر وسيقدم رؤاه وتصوره مكتوبا الى وزاره الشباب من خلال اللجنه اللي تم تشكيلها من قبل مجلس الاداره اليوم. ايضا تم تكليف الحقيقه مجموعه من الساده اعضاء مجلس الاداره الرياضيين زي الكابتن طاهر نديل، الدكتوره رانيا علواني، والدكتور مهند مجدي، مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، بوضع وتحديد اليات ومعايير وبرنامج لاعداد البطل الاولمبي او اللاعبين المزمع مشاركتهم ان شاء الله في اولمبياد 2022. ده فيما يتعلق بمجموعه القرارات. في امور خاصه بالنشاط الرياضي لعل منها او ابرزها هو قرار مجلس الاداره بتعيين الكابتن عمر شوقي مديرا لجهاز كره اليد، وتوجيه الشكر للكابتن عاصم حمادي المدير الفني الحالي للنادي الاهلي اللي قابل بلاء حسن خلال الفتره الماضيه الحقيقه، وفتح خطوط اتصال مع مديرين فنيين اجانب لاختيار احدهم من خلال سيره ذاتيه متميزه لقياده النادي الاهلي. حضرتك عارف انه في تجمع الان لمنتخب كره اليد، وبالتالي في حاله توقف للدوري، فالنادي الاهلي هيستغل هذه الفرصه لتعيين مدير فني اجنبي على مستوى عالي، وانه هيقود مجموعه اللاعبين المحليين اللي موجودين في النادي حاليا الكابتن محمد عادل مدرب الفريق. ايضا تم التعاقد مع لاعب سله امريكي للمشاركه في بطوله افريقيا لكره السله. مجلس الاداره وافق على تنظيم البطوله الافريقيه للكره الطايره للعام الثاني على التوالي رجال وسيدات، ودي ان شاء الله هتكون في شهر مارس المقبل وبدايه شهر ابريل. النادي الاهلي كان فاز بالبطولتين العام الماضي وقدم تنظيم على اعلى مستوى، وبيواصل الحقيقه دوره في هذا الاطار
وعمقه الافريقي والتعاون مع الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لكره الطائره من اجل تنظيم هذه البطوله ضد قاره الامير عبد الله الفيصل للنادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه يعني هذه مجموعه من ابرز القرارات على ان تبقى الجلسه ممتده ومفتوحه تستكمل الاسبوع المقبل ان شاء الله. دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار. حزمة لقى بالنواحي الإنشائية ولجنة لمناقشة أو تعديل قانون الرياضة في ظل أن كانت مجلس النواب كان دعا طبعا بالتأكيد الأندية وكان النادي الأهلي ممثل في هذه اللجنة لمسألة تعديل القانون وتحديدا ملف الاستثمار يا حاج محمود في قانون الرياضة. حزمة من القرارات المهمة سواء في المراحل الإنشائية أو حتى في المراحل الرياضية والقطاع الرياضي وتحديدا قطاع كرة اليد اللي بالتأكيد مجلس الإدارة بيولي ليه اهتمام كبير جدا خلال الفترة القادمة والبحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة اليد في الفترة القادمة. كلمة أخيرة حاج محمود. يعني اتمنى في 2018 ونهايتها قريبة خلاص على انتهاء انه كلنا يعني نستبشر ب 2019 خير ان احنا نكون عام مهم جدا للكرة المصرية عام يتحقق فيه نجاحات بطولة الامم الافريقية وعلى مستوى الاندية النسخة الجديدة البطولة الجديدة الاندية يفوز ان شاء الله بها النادي الاهلي والفدراليه برضه لنادي الزمالك حاسين انا حاسس بده حاسس بريحه النجاح لكن معاه تكون في اخلاص النوايا يكون في ترتيب للاوراق يكون في تراجع والتفاف وحب يجمع بين الناس ونحي كل المصالح والاغراض الشخصيه وانا سعيد جدا اكون معاك في نهايه السنه ان شاء الله. انا اللي اسعد حاج محمود بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقه اللي فيها معلومات كثيره جدا. الله يخليك بشكر كل المجموعه رئيس التحرير وياسر وكله. اكيد حاج محمود الشامي يعني عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم الاسبق ورئيس رابطه الانديه المحترفه السابق. حلقه كانت فيها تفاصيل كثيره جدا متعلقه بصناعه لعبه كره القدم. الفكره مش 11 لاعب في الملعب فقط او قرارات اداريه لكن هناك معايير كثيره جدا عشان توصل بمنتج كره القدم في النهايه الى الهدف الاسمى والاعلى سواء في الناحيه الماليه وانك بتحقق ايرادات كثيره جدا او في النواحي الفنيه الانديه بتكون على اعلى مستوى من النواحي الفنيه من النواحي الانشائيه وايضا ده في الاخر بيصب في مصلحه المنتخبات الوطنيه سواء في المنتخب الاول او حتى منتخبات الناشئين وده الهدف الاسمى في كره القدم واللي بالتاكيد العالم كله بيمشي او بيسير من خلال كل هذه المعايير اللي كانت يعني جزء في هذه الحلقه نتكلم فيها عشان المشاهد يستفيد بفكره رابطه الانديه المحترفه وايه الدور اللي ممكن تقدمه خلال الفتره القادمه. تلك هي الفقره الحواريه الثالثه والاخيره مع الحاج محمود الشامي. شكرا لكل مشاهدينا الكرام وبالتاكيد خلال الفتره القادمه حلقات اخرى من برنامج الاهلي الليله لالقاء الضوء على الكثير من القضايا الرياضيه سواء في النادي الاهلي او حتى في الرياضه المصريه بشكل عام. شكرا والى اللقاء.